إلى زوجتي الحبيبة أم الصابرين. الصبر علينا في الدنيا وصبر على الظروف وصبر على أولادها، ربنا يكرمها يا رب حق هذا الأذان أذان العصر، ربنا يكرمها في الدنيا وفي الآخرة، ربنا يسعدها في الدنيا ويسعدها في الآخرة وتكون من أهل الجنة إن شاء الله. إني راضي عنها، عاشت صابرة معايا على الحلوة والمرة، ربنا يكرمها يا رب. أنا بسجل لها النهاردة، إحنا في شهر رجب اللي بترفع فيه الدعاء والأذان بيقدم، ربنا يكرمها، ربنا يحفظها، ربنا يسترها، ربنا يحميها إن شاء الله من أهل الجنة أم الصابرين، من أهل الجنة زوجتي إن شاء الله، عاشت صابرة. إني راضي عنها. إحنا في النهاردة إحنا في شهر 2 سنة 2023، إني راضي عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.